السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبة سيتيز دي من اللعبة اللي بتنشئ فيها مدينة، ودلوقتي وصلنا لمستوى متقدم شوية. فأول حاجة عايزين نعملها إن أنا عايز أعمل يبقى في تعليم أهوت، تمام. طيب أنا عندي مشكلة سريعة لازم أشوفها في موضوع الكهرباء، تمام. في أسلاك مش واصلة أو في مشكلة في الكهرباء، فخليني أشوف إن أنا أعمل لهم واحدة بالشكل دوت، تمام، ونوصل بينهم. هل المشكلة اتحلت ولا لسه؟ أو بدأت المشكلة تتحل اهيت. طيب أنا عايز أعمل لهم فاير سيفتي عشان موضوع الحريقة، تمام. طيب فاير سيفتي تكلفته كام؟ 12,000. احنا معانا 4,000، أول ما تيجي فلوس إن شاء الله نعمل لهم وعد، يعني أول ما تيجي فلوس هنعملهم، تمام. طيب تعال نشوف في مشكلة هنا في الكهرباء، نحاول نشوف ايه المشكلة ديت في هنا. طيب خلينا نحاول نبني كده. طول ما انت تخدمهم وتعمل حاجة كويسة محدش فيهم هيعمل لك مشكلة. هتلاقي العدد بدأ يزيد وده هيخلي فيه فلوس تجيلك أكتر. الفلوس دي ما تبنيش بيها سور، لأ ده تعمل بيها حاجات خدمية للناس عشان الناس تدعيلك. طيب نحاول نبني بعض المباني بحيث الناس تيجي تسكن. في طلب على الأماكن السكنية، فهبدأ أحط مباني سكنية. وخلينا نحط إيه حاجة خدمية عشان ما يعوش دوش يمشوا كتير لحد ما يلاقوا الحاجة اللي هيشتروها. طيب كل دول طبعا لازم نوفر لهم الكهرباء، فهقول له أنا عايز أوصل الكهرباء مثلا من هنا. عايزين نوصل لهم المية. المية موجودة، خلينا نكملها شوية كمان كده. الناس سعيدة وبدأ الناس تكتر اهيت. هنا بيقول لي انت ممكن كرييت، ممكن تعلم على المنطقة وتديها صفة معينة. مثلا تعالى مثلا المنطقة دي هنسميها مثلا المنطقة الصناعية مثلا، تمام. دي المنطقة اللي فيها المصانع، تمام. طيب إرز بيقول لون بقى منطقة تانية. ماشي، يعني ممكن نخلي دي بقى المنطقة السكنية. دي منطقة مثلا غابات، تبدأ تحدد بقى منطقة غابات أنا. المهم بالنسبة لي إن أنا أبدأ أعمل مدرسة عشان ما يبقاش عندي جهلة. أنا عايز كل اللي عندي يكونوا متعلمين تعليم على أعلى مستوى. طبعا في الأول بتعمل مدارس ابتدائي، ومع الوقت تبدأ بقى تحط بقى مدارس أخرى. إن شاء الله المدينة دي تبقى مدينة عالمية على أعلى مستوى. مش قصدنا بيها إن يبقى فيها سياح وناس أغنياء، لأ، نعملها إن شاء الله للناس زي حالتنا كده مش قادرة معهاش فلوس، لأن أغلب المعماريين بيشتغلوا عند 1 في المليون من اللي موجودين على الشعب على الأرض اللي هم الناس الأغنياء جدا. فإحنا لازم
نعمل برضو بيوت للناس الفقراء، او نعمل لهم تصميمات يقدروا يعملوها من على النت يشتغلوا بيها، او يعني نعمل لهم اي حاجه تطوعيه تساعدهم كويس. لان انت لو قضيت الوقت في اي خدمه اجتماعيه اخرى مش هتبقى زي لما انت تاخد من الناس بالحاجه اللي انت بتتقنها والحاجه اللي انت درستها والحاجه اللي انت اتعلمتها، هتكون الفايده اكتر طبعا بكتير. تمام، لازم نبقى نعمل فاير ديبارتمنت بحيث لو حصل اي حريقه نلحق نطفيها. تمام، بس اول ما يبقى معانا فلوس، احنا بنينا بيوت كتيره بس هتجيلنا فلوس كتيره ان شاء الله. تمام، المهم ما نبنيش سور لفخامه الريس وننسى الشعب، خلينا من الشعب الاول، وبعد كده لو بقى حاجه نديها للشعب، نوزعها على الشعب. ممكن تسرع من هنا، الناس تبدأ تيجي، فتبقى في حركة في الشراء والبيع وكده. تمام، احنا مش هنفرض ضرايب على حد، ولا لازم تفرض ضرايب؟ تعالى بص كده، ليك ان انت تفرض ضرايب على الناس، تعلي الضرايب، بس طبعا عدد السكان هيقل، وانا يعني مش عايز افرض ضرايب خالص اصلا يعني. تمام، ربنا يرزقنا بالحلال. بص الناس بدأوا يجوا هما، بص ده بالتفاصيل. طيب الـ6000 دول ينفع اشتري بيهم ايه؟ ده بكام؟ ده بـ12000. المطافي بـ12000 برضه. خلي بالك ان انت كل ما بتقرب من المباني تسمع صوت المباني، تبعد تسمع صوت الرياح، وهكذا. زائد ان لو عدد كمل عندك، احنا وصلنا ل1000 دي عديناها، لو العدد كمل 1500 هو بيبدأ يديك فلوس ويفتح لك حاجات تانية، فربنا يكرم. المهم احنا عملنا مدرسة قبل كده اهيت، بس بتخدم الجزء دوت، كنا المفروض نحطها هنا في المكان دوت. طيب هما عايزين نعمل اسم شرطة، ربنا يكرم. طبعا في كل مرحلة بتفتح لك بعض الحاجات الخدمية كويسة يعني. تمام، انا خايف الجرائم عملت اكتر واحنا ما عملناش اسم شرطة. يا رب تكمل الـ1500 دول عشان نبدأ نعمل اسم شرطة محترم يقبض على الناس المجرمة ديت، بس ما يبلطكش عليهم ان شاء الله. اللي تكشنا اهوت بيقول لي لازم اسم شرطة. طب ما انا معيش فلوس اقترض، صراحة انا مش عايز اقترض، بس يعني احنا مضطرين بقى عشان ايه. هنحطه هنا، عايز احط كابتن فرسك. طيب مش مشكلة بقى عشان نلحق الناس. بص الناس بقت مبسوطة لما حطينا له اسم شرطة كده محترم. تعالى برضه نحط له اسم شرطة هنا، نرد على الجريمة، الجريمة لا تفيد. تمام، طيب إن شاء الله أول ما نوصل المرحلة الجاية نعمل لكم شوية خدمات كويسة. أول ما جت فلوس أهو وزعناها على الشعب، ما خدناش حاجة حطيناها في جيبنا. تمام، الناس اللي كانت متضايقة خلاص قضينا على الجريمة اهوت، فهتزيد بقى الناس اللي هتيجي. اللون الأخضر ده معناه إن الخدمة واصلة للمنطقة دي. تمام، هنا عندي المفروض إيه؟ سكول، عايزين نبقى نحط سكول، عايزين 2 سكول. يلا بقى أكمل بقى، بس عايزين الناس تجي بأي شكل. الخدمات الأساسية متوفرة بشكل فوق الرائع يعني. طبعا من هنا بتبدأ بقى تشوف المعلومات اللي انت عايزها عن الرياح، الصحة، عايزين نبقى نبني برضه مستشفى، عايزين نعمل ليتوبيا كده المدينة الفاضلة.
بيقول لي خلي بالك انا فتحت لك بعض الخدمات الجديده، فوتبول، ملعب كوره. ما عنديش انا ما بحبش الكوره، بس عشان خاطركم بعمل لكم ملعب كوره. لو بقى معايا فلوس بتحصل بعمل لكم ملعب كوره. حاضر، هدلع الشعب بتاعي. ايه ده، وكمان برج ايفل، يا سلام، اخر دلع. برج ايفل ده لما اتعمل كان الناس متضايقين منه، شايفين ان هو بيشوه في منظر باريس. دلوقتي بقى احد معالم باريس. ما انتوا نزلوا لنا حاجة ببلاش. طيب يعني كير. انت تقدر تشتري منطقة من دول، بس احنا اصلا لسه مخلصناش دي. اما اخلص دي نبقى نشوف موضوع الشراء والحاجات دي. هنشتري مخزن يعني. على فكرة كل خدمة بتعملها بتستهلك منك فلوس، يعني ما تصغرش الفلوس بتقل، بس هي مش سرقة ولا حاجة، معاذ الله اللي يعني شاك فيها ربنا يسامحه، بس تكلفة صيانة وتكلفة تشغيل وحاجات زي كده. الشرطة اهو، البوليس اهو. طيب هم عايزين دلوقتي طلب على الأماكن الصناعية. تعال نعمل بقى أماكن صناعية. تمام. طيب أنا أفضل إن أنا أعمل في المنطقة ديت أماكن صناعية. سوري، تمام. خلينا برضه نعمل هنا، ونقدر نعمل شارع ونبني أماكن صناعية تاني. تمام، يعني نقدر نقول له احنا عايزين نعمل شارع. احنا سلكنا الفلوس كلها. خليكم واثقين ان شاء الله هنوصل لل 1500 شخص وننتهي لمرحلة تانية، هتلاقي الخدمات كلها بدأت تيجي. بالإضافة إن احنا عملنا له أماكن صناعية. أعتقد تعلم نكشف على شبكة الكهرباء قبل حد يشتكي. ماشي. المية، طيب الكهرباء بقى ايه مشكلة الدول؟ انت مفروض يعني مفيش فلوس. بص انا 7 اشخاص يعني، انا هعزمكم عندي وتيجوا ببلاش، بس يعني تيجوا تشرفونا. تمام. طيب خليني احط لهم كده محطة هنا اهيت. تمام ماشي. طيب تعالوا بقى، اول حاجة نعملها احنا وعدنا ايه؟ بمدرسة، نبني المدرسة. تمام. طيب خلينا نبني المدرسة فين؟ في اي مكان هنا. الناس دي محتاجة مدرسة؟ محتاجة مدرسة، نبني لهم مدرسة. مبسوطين مبسوطين. يلا طيب احنا عايزين نبني مدرسة برضو جنب الطريق. تعال نشوف كده في ايه مكان هنا. هنضطر نهدم بيت من البيوت. طيب مفيش مكان. فلوس خصت. هنا بقى تلاقي نغير التضاريس، مش عايزين. هنا السمول بارك، تقدر تعمل سمول بارك. تمام. طيب سمول بارك ديت خلينا نعمل لهم طريق مثلا من هنا. طيب خلينا نخلي الطريق مستقيم مثلا من هنا لهنا.
التري دوت نقدر نبني عليه مثلا، خليه أماكن سكنية. احنا كنا عايزين نبني حاجة صحيحة زي مدرسة أو حاجة زي كده، مش فاكر. طيب على العموم يعني خلينا نبني بيوت دلوقتي، ماشي. طيب نقدر نعمل طريق آخر، نقدر نعمل طرق كتيرة من هنا لهنا مثلا. ممكن نبني في الطريق اللي بره دوت لو احنا عايزين ايه، ما نكسرش حاجة. اعتقد مفيش فلوس. طيب نصبر شوية. المهم ان مفيش حد بيشتكي من مشاكل في الكهرباء او في المية او من الحاجات ديت. تعال نشوف وصل لهم كهرباء او وصل لهم كهرباء. وصل لهم مية. والله مفروض وصل للناس دي. تعالى نكمل كده الشبكة بتاعتنا. المفروض يديني مكافأة على حسن الإدارة، يعني ده أبسط حقوق يعني.